مرحب بيك طبعا في البدايه الزميل العزيز محمد سعيد، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم. يعني نقدر نقول الثقه موجوده لكن في حذر، والابتسامه موجوده لكن في حذر كبير جدا، وكل الاحترام الحقيقه لفريق وفاق ستيف، وده اللي عودنا عليه للنادي الاهلي مهما كانت المباراه الذهاب ونتيجتها، والتوفيق كمان اللي كان مع لعيبه النادي الاهلي. لكن انت عارف يا محمد طبعا كره القدم فيها متغيرات كثيره جدا، لكن الثقه اللي احنا بنقول عليها بنشوفها من وجوه اللعيبه، بنشوفها من حديث طبعا الكابتن محمود الخطيب وقيمته الكبيره مع فريق النادي الاهلي، بنشوفها مع بيتسو موسيماني، يعني مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مع القامات الكبيره جدا في فريق النادي الاهلي، كباتن فريق النادي الاهلي. الكل بياكد على هذا الامر يا محمد ان المباراه بادئين مباراه جديده، بادئين 90 دقيقه جديده جدا، بدايتها هي 0-0 المباراه. فيمكن ده امر مهم جدا حابين طبعا نطمن بيه كل جمهورنا العظيم لعيبه النادي الاهلي. عارف ان البطوله ال 11 صعبه جدا، يمكن اصعب من العشره واصعب من التاسعه، فعشان كده محتاجه كل الجهد ومحتاجه الانكار الذاتي الكبير والمجهود اللي بيبذل من مجلس اداره النادي الاهلي، اللاعبين، الجهاز الفني. فيا رب ان شاء الله المجهود يكلل بالنجاح في 90 دقيقه بنعملها ان شاء الله، تكون خطوه مهمه جدا في المباراه النهائيه. بشكل عام طبعا محمد نطمن على فريق النادي الاهلي والبعثه، ووصلنا طبعا هنا في الجزائر مع اشقائنا طبعا اللي بالتاكيد اللي كانوا موجودين، طبعا بعض منهم طبعا بعض الصحفيين والاعلاميين اللي كانوا متواجدين في استقبال النادي الاهلي. النادي الاهلي قيمته كبيره جدا يا محمد انت عارف طبعا، وكنت متواجد كثيرا جدا في البطولات الافريقيه، وعارف يعني ايه قيمه النادي الاهلي في الدول العربيه شمال افريقيا. كل الامور الحمد لله طيبه جدا. كان في استقبالنا طبعا السفير المصري مختار وريده، طبعا سفير مصر هنا في الجزائر مع البعثه بالكامل، وايضا كمان طاقم السفاره. كل الامور عدت على خير من مطار الجزائر، رحله استغرقت 4 ساعات، وصلنا الى فندق الاقامه، ترتيبات الخاصه المعتاده طبعا من الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي بالتدريبات والتحركات الترتيبات الخاصه طبعا لليوم الاول. النهارده هو نقدر نقول بقى اليوم الاول والاستعداد الفعلي لفريق النادي الاهلي. يوم بدا كالعاده طبعا بفطار صباحي 10 صباحا، ثم وجبه غداء 2 ظهرا. كل التوقيتات محمد طبعا بنقولها بتوقيت الجزائر، على ان تكون طبعا المحاضره الفنيه الاولى لبيتسو موسيماني مع فريق النادي الاهلي هنا في فندق الاقامه في 7:45، وتتوجه مباشره فريق النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي الى ملعب 5 جويليه، بس هنقدر نقول الملعب الفرعي طبعا اللي هيكون النهارده ليه اول تدريب لفريق النادي الاهلي على الملعب الفرعي باستاد 5 جويليه، اللي هيستقبل مباراة الاهلي وفاق ستيف. الامور محمد الحمد لله طيبه حتى هذه اللحظه طبعا بوجود رئيس البعثه الوزير طبعا العمري فاروق اللي بيوفر كل الامور، بصحبه طبعا دكتور محمد شوقي، الكابتن حسام غالي مع حفظ الاوقات، طبعا الاستاذ طارق انديل، الكل طبعا متواجد بشكل كبير، الكل بيحاول يوفر المناخ الطيب كعادته طبعا لفريق النادي الاهلي على ان يكون اللاعبين تركيزهم فقط لغير في هذه المباراه. ويا رب محمد ان شاء الله كل الامور تكون موفقه لفريق النادي الاهلي في 90 دقيقه وفي مباراه هتكون صعبه، لكن ان شاء الله لعبتنا قدها باذن الله. هل في جاليه مصرية استقبلت البعثة في المطار؟ هل في تنسيق تم مع السفارة المصرية بخصوص كمان يعني تحركات الفريق خلال الأيام القادمة؟ كمان عايز أطمن منك على حالة السلية وعبد المنعم وآخر أخبارهم يا كريم. في البدايه طبعا يعني الجاليه المصريه والعدد اللي كان متواجد الحقيقه اللي كان ليهم تاثير كبير جدا على اللعيبه، يمكن شفنا طبعا من خلال مشاهداته ومن خلال طبعا الماتيريال اللي بيذاع على شاشتنا شاشه قناه النادي الاهلي، يمكن بعض من الجماهير قبلت راس موسيماني، طلبته بالبطوله، اللعيبه نادت عليهم، كل الجاليه اللي كانت متواجده الحقيقه جدا كانت مهتمه ان هي تحيي لعيبه النادي الاهلي وتطالبهم بالبطوله. اللي معروف زي ما بقول لك يا محمد طبعا جمهور النادي الاهلي في كل مكان، مهما كان قله العدد ومهما كان عدد الجمهور، لكن جمهور النادي الاهلي على طول بيحافظ ان هو يستقبل اللعيبه، يمشي وراهم، يشوف فندق الاقامه، يحاول ان هو يلتقط بعض الصور التذكاريه مع لعيبه النادي الاهلي، وده امر مهم جدا بيزود الدوافع وبيزود الرغبه بشكل كبير للاعبي النادي الاهلي. كمان يا محمد عايز اكلمك على الطقس، يمكن تعرف طبعا درجه الحراره في مصر يمكن درجه الحراره مرتفعه شويه، لكن في توقيت المباراه وهو طبعا 9 مساء هتكون بتوقيت القاهره، 8 مساء بتوقيت الجزائر، درجه الحراره ممكن تصل ل 10 و11 درجه، فيمكن ده امر طيب جدا في كره القدم، نقدر نشوف جري كتير، ما يبقاش في رطوبه، ما يبقاش في درجه حراره عاليه، فده يمكن امر يساعد بشكل كبير جدا النادي الاهلي على هذا الامر. الترتيبات محمد طبعا الخاصه بالسفاره، تنقلات طبعا اللاعبين، ايضا كمان حضور الجمهور، كل الترتيبات دي بتتم على قدم وساق لجمهور النادي الاهلي واللاعبين، وايضا كمان بعثه النادي الاهلي. الامور طيبه، لكن نقدر نحكم بعد كده محمد غدا وبعد غد، انت عارف طبعا النهارده اول يوم لفريق النادي الاهلي، لكن منتظرين ان شاء الله مع توالي الايام حتى يوم المباراه نشوف الاستعداد ماشي ازاي، نشوف التنسيق ماشي ازاي، ده اللي بناكد عليه في كل مره. وايضا كمان يوم المباراه، يوم المباراه مهم جدا للاعبي النادي الاهلي والبعثه بالكامل، تحركنا للتامين، الامور الخاصه به، تنقلنا الى ملعب المباراه، كل الجمهور الخاص بالنادي الاهلي على الجانب الاخر، كمان جمهور وفاق ستيف. يا رب ان شاء الله يا رب بنامل كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه يا محمد. النقطه الاخيره اللي انت اكدت عليها طبعا وهي السليه حمدي فتحي منعم،
دول طبعا نطمن بيهم الجمهور. السوليه يعني حتى الان لم يتم حسم الامر الدفع بيه في تدريبات الجماعيه من عدم، ولكن ان شاء الله نتابع معاك خلال الايام القادمه. منعم جاهز بكل قوه ان شاء الله لهذه المباراه، حمدي فتحي بكل قوه ان شاء الله جاهز لهذه المباراه، كل التضحيات موجوده، كل انكار الذات موجود. ينقصنا التوفيق ان شاء الله يا محمد في مباراه السبت باذن الله. كل التوفيق لك كريم ولبعثه قناه الاهلي والنادي الاهلي باذن الله، يعني نرجع بنتيجه ايجابيه وتاكيد الصداره والتاهل باذن الله لنهائي دوري ابطال افريقيا، وارقام قياسيه النادي الاهلي.